متابعين الكرام، أنا هني في هذا المحل الجميل قاعد أسوي براند نيو اللي هو ماركة حق المهندس مطلق. مهندس مطلق تعرفون على التواصل الاجتماعي مطلق انجينير، راح يكون بهالطريقة هذه. وهني الطباعة قاعدة تصير، ما شاء الله شيء جميل. قاعد يطبع بالليزر الحين التطريز. راح تشوفون في النهاية اخوان تيشيرتات، راح اسوي كميات وراح نسوي عليها جوائز ان شاء الله، ونوزعها حق اصحاب القسائم اللي راح نسوي فيها الهيكل الخرساني الاسود باذن الله. لذلك هذه فكرة حلوة حبيت اني انقلها لكم. ماركتي مطلق انجينير مثل ما، وهذا رهيب الاسود هذا بالاصفر امازوني مو طبيعي. هذه ثلاث انواع شريتها وراح استخدمها دائما في القصائم. اهلا وسهلا فيكم. وهذا اللون الاصفر، اللي يحبون اللون الاصفر، اسود مع اصفر، شغل عدل مكينة. وهني اسم الله هذا باللون الاصفر، شغل مكينة، حاجة جميلة يا جماعة. هذا اللون الاصفر رهيب. وفي النهاية متابعيني راح يصير نفس كذي، مطلق انجينير راح نحطه على الكبوس. عندنا كبابيس ان شاء الله راح نوزعها هدايا بعدين لما نشوف الشغل الحلو ان شاء الله. البروفا مات ان شاء الله ممتازة ما شاء الله، حتى عندنا الوان حلوة، فلذلك هذه راح نسوي منها تيشيرتات ان شاء الله، ونلبسها الحراس الهنود حق اصحاب القسايم، ونسوي منها ماركات ان شاء الله، وننطلق منها الى العالمية في الحركات هذه. شعاري هذا اي واحد يروح الجوجل سيرش يبحث، بس يكتب مطلق انجينير راح يطلع له كل التواصل الاجتماعي ملوتي، تويتر، فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، انستغرام، كل هذا مطلق انجينير. والسلام عليكم متابعين الكرام. وفي النهاية أصبحت الكبابيس جاهزة. هذه البراند نيم مالتي، وهذه الثاني راح تشوفوني أنوع بين هذا وبين هذا، وإن شاء الله راح تصير على القسائم اللي أستلمها، وراح أوزع بالمجان على كل القسائم بجنوب عبد المبارك والمطلع عبارة عن الكبابيس هذه. هذه الماركة مالتي راح تصير عالمية بإذن الله. هذه حق جنوب عبد المبارك ومدينة المطلع، إهداء حق أصحاب القسائم والحراس بعد أيضا. والسلام.